السلام عليكم، مرحبا بكم بالناس في فيديو جديد عندي في لاشين ديالي. عندي ما نقول لك الوغ الفيديو ديال اليوم ان شاء الله مازال في اطار المشاريع الصغيره من داخل المنزل. الوغ رسائل اليوم انا ندير معكم هاد فراش ويد ديال البراد. الوغ غيكون عندي غنديروا هاد الشكيل ان شاء الله، غنديروا غادي نخدموا معكم. هذا هو الفراش وهذا هو الفريريج. الوغ وعندي واحد المقترح واحد اخر، هو ان كيفاش كنستغلوا البقايا ديال الثوب والبقايا ديال العقيق وديال الصوف باش نصوبوا منهم حتى هما هاد لي زاكسيسوار ديال البراد. الوغ بالنسبه للثوب ممكن تمشي عند الخياط وتشوفي شي تويب هكا زوين ديال الشبكه ولا ديال الطونطيل اللي فيه البرودي، وتاخدي طريفات بحال هاد الشكل. مثلا هاد الطريفات هادو ديال الثوب شديتهم، فصلت منهم هاد الدائره هادي، عبرتها بالطبسيل، خديت الطبسيل وطراسيت بيه وضربته في جوج وقديتو على هاد الشكل. ضربتو هكا نبلتو بالخيط باش يجيني ساهل في الخدمه ديالو. وبالنسبه لهذا غادي الوقت اللي غادي نخدمو غيجي بحال الشكل ديال سلهام، غندير له الشوشه. الو وي البنات، الو نرجعوا من جديد. الو اشنا هي المسائل اللي غادي نحتاجها باش ندير هاد العمل هذا اللي قلت لكم؟ الو من طبيعه الحال كنحتاج كروشي، وطالما انني غادي نخدم على الثوب يعني غناخذ كروشي رقم 10 او 11 او 12. غادي ناخذ العقيق. العقيق كنحاول نخدم عيب داكشي اللي كيشيطلي ديال العقيق باش نستغل المسائل اللي ممكن نضيع. صافي مابقيتش خدامه بها، وباش نمينيميزي لوكو باش ما يطلعش عليا هاد الارتيكل غالي بزاف. الو غادي نحتاج الصوف في الكحل من طبيعه الحال، لان هنايا بغيت حاولت نزوقو لكم بالكحل. وغادي نحتاج ليبرا وغادي نحتاج الشوشه، راني فايتلي وريتكم كيفاش تا كنوجدوا الشوشه ديالنا في فيديوهات قدام. الو اذا نبداو على بركه الله. اش غادي ندير؟ غادي نوجد واحد شويه ديال العقيق هنا. الو غادي ناخذ الخيط، غادي ندير واحد الخدمه عاديه. الو هنايا غادي نخدم لكم بالخيط في النوار باش يبان ليا مزيان، باش يبان لكم مزيان الشكل في التصوير، لان فاش خدمتو الغوز مع الغوز ما عطانيش، ما غيجيش، ماشي ما جاش زوين، وانما ما غاديش يبان ليا في التصوير باش تبان لكم مزيان شنو كندير. الو اذا اش غندير؟ كنوثق الخيط، غادي ندير واحد المروحه ديال 5 ديال الاعمده. الو نحاول نخدم بواحد الطريقه اللي ما تكمش ليا، حيت الا تكمشت ما كتجيش زوينه الصراحه، كتجي هاد الفراش تاع البراد كيجي ناقص. وجوج ثلاثة أربعة لا خمسة. نوثقها ندير حشو واحد اخر من بعيد بزاف باش ما تكملش ليا. نجبد هذا الخيط، ناخذ جوج عقيقات لهذا الشكل، ندخلهم في الكروشي ونحاول ندخلهم لهذا الشكل فهم. كنثبتهم هكا بالخيط وكندير حشو. الو قبل من المروحه بعد من المروحه جوج درت جوج تاع حشو. اذا انت هنا غادي ندير حشو واحد اخر باش يعطيوني دوك العقيقات في الوسط. الو غادي نعاود دابا ثاني مروحه واحده اخرى ديال 5 ديال الاعمده، واحده جوج ثلاثه ما كتكلفش بزاف ديال السلعه، يعني ما كنصرفش عليها بزاف، وكتكون شي حاجه الصراحه زوينه ومختلفه. انا غادي نخدم معكم هذه عاد من بعد ان شاء الله تعالى، غادي نخدم معكم ديال الصوف هذه اللي كنت قلت لكم. غنخدم معكم هذه ديال الصوف مع لي زاكسيسوار ديالها، كيتمشوا مع هذه زاكسيسوار وحدين اخرين.
تنشوفهم ان شاء الله باش ندير معكم فيديو واحد اخر، ودائما كيف ما قلنا في اطار المشاريع الصغيره التي يمكن ان تدر الدخل ومن داخل المنزل وبخامات بسيطه وموجوده. الوغ غنكملها كلها على هذا الشكل. الوغ غنزيد معكم هذه المروحه، غندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. من بعد شي يدي بزاف، نحاول ناخذ القياس بحال ما هكا ونثبتها على هذا الشكل. ندير حشو واحد اخر، الوغ نجبد الخيط، ناخذ جوج عقيقات على هذا الشكل، حشيهم شاليه الخيط كاع كامل، ناخذ العقيقات جوج على هذا الشكل، نحاول نشد هذا نقربو صبعي باش ما يطراش كيف ما طرا ليا دابا. الوغ نثبتهم وندير ثاني حشو واحد اخر. الوغ غادي نكملها كامله، نكمل الدوره كامله على هذا الشكل. الوغ كما قلت لكم انا خدمته البنات بالكحل فقط باش يبان لكم، باش يبان ليا في التصوير مزيان، حيت فاش خدمته بالغوز ما جاني ما عطانيش مزيان. الوغ غنكملها باش ندوزو للسلام. وي البنات الوغ انا رجعت لكم. الوغ هذه انا كملتها، باقي ليا خصني عين فينيها، كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، تويبته هو كيعطي واحد اللمعه زوينه. وهاد السلهام هذا كيف ما قلت لكم انا طورته بنفس الخدمه كيف ما طورت هذيك الطبيسيل، ودابا غادي نسدو من هنا من الفوق، نسدو من هنا من الفوق باش نوريكم النتيجه النهائيه. الوغ نفس الخدمه مشيت بيها، دابا اش غندير، غنجيب هاد الجهه هادي وغادي نشدها مع هادي نفس هاد الشكل. ندير نحاول نخدم هنا كأنها عندي مروحة باش يتشد مزيان باش مع استعمال ما تحلش هاد الشكل، كنشد جويه بجوج فهم. اش غندير دابا نفس الخدمة، غنجمعهم بجوج، ندير حشو، ندير حداه حشو واحد اخر، ناخد جوج حقيقات، بهاد الشكل هذا نخرج من الوسط منهم الخيط، ونجي ونثبتهم هنا لي طو انا باش نثبتهم قبل ما ندير، قبل ما نثبتهم فوق التوب. نجي هنا غادي نثبتهم بهذا الشكل الحشو الاول، غادا نخدم الحشو الثاني، وغادا نخدم من موراها مباشره غادا نخدم مروحة ديال خمسة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نروح نثبتها هاد البلاصه ديال الفوق كيف ما قلت لكم البنات، رانا حبكتها بنفس اللون الغوز ديجا محبوكه باش تجيني فوق منها هاد الخدمه بهاد الشكل. ما يمكنش لي غادي نخدم فوق من التوب على اربعه.
الو غناخد ثاني جوج عقيقات لهذا الشكل، نخشي الخيط على هذا الشكل، نوثقه، نمشي ثاني نخدم الحشو. الو غادي نجيب الشوشه، من هنا غادي نجيب الشوشه، غادي نحاول نثبت الخيط من هنا ونخلي هذا اللي غادي يبقى هكا هابط. الو حطيت هي هي الشوشه، مفهوم؟ غادي نثبت هذا الخويط هذا ديال الشوشه، من بعد عاد نقطعو. الو نخدم عليه، غادي نخدم رواحه ديال خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. غادي نجي غنثبتو هنا ونعود نثبت بهذا الشكل، واحد جوج ديال الغرزات صافي. غادا نحيد الخيط ديالي بهذا الشكل، واش كيبقى لينا؟ كيبقى لينا أن هاد الخيوط غادي نزيد نثبتهم بالإبرة. انتظروني باش نوريكم النتيجه النهائيه. هي النتيجه راها هي باينه دابا، راه كتبان قدامكم كيتركب هكا في اليد ديال البراد، فهم كيجي مفيني من الداخل ومن على برا، كتجي على هذا الشكل. الو هادي الفراشه وهادي اليد ديال البراد. فرجه ممتعه، ونتمنى من الله دائما كما كنقول لكم نكون رضيت الاذواق ديالكم.